معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى رو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.